السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من تعلم نظام الـ iOS من الصفر. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيماءات الـ Voice Over وإزاي نقدر نستخدم الآيفون لأول مرة، وازاي نقدر نستخدم الايفون بشكل عام، سواء الايماءات بتاعته السحب باصبع واحد او باثنين او بثلاثه او اربعه. عندنا ايماءات كثيره جدا لحد 4 اصابع نقدر نستخدمها على الايفون. في جانب مهم من الايماءات هنتكلم عنه النهارده، الا وهو الدوار او الروتر. الدوار ده انت مش هينفع تستخدم الايفون غير لما تكون عارف الدوار ده ايه خصائصه وازاي تقدر تستخدمه صح، عشان لو عرفت ازاي تستخدمه هتلاقي ان هو بيسهل عليك كتير من الحاجات اللي تقدر تستخدمها بالفويس اوفر. فعشان نبدأ نشوف الدوار ازاي نقدر نخصصه، فاحنا اول حاجة بنخش على الاعدادات، وبعد كده بنروح على تسهيلات الاستخدام، تمام، وبعد كده بنروح على التعليق الصوتي او الفويس اوفر. ممكن تختلف المسميات لكن هو في النهاية نفس الشيء، سواء الفويس اوفر او التعليق الصوتي. تمام، بنفتح الاعداد بتاع التعليق الصوتي او الفويس اوفر. بعد كده بنروح على التعلق الاسهاب صوتي الاوت الانشطة دوار زري دوار، تمام، او الروتر. هنضغط عليه، خيار احرف، هيبدأ بقى يعرض لك حبة حاجات. الدوار أصلا في الأساس هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مجموعة من الخيارات هتساعدك وأنت بتتحرك في الآيفون إن أنت تتحكم في الجهاز، سواء بقى إن أنت لو عندك كلمة تقراها حرف حرف، أو لو عندك سطر تقراه كلمة كلمة، أو لو عندك فقرة بحالها تقراها سطر سطر. فعن طريق الدوار من الإعدادات بتاعة الفويس أوفر نقدر نختار حبة اختيارات فيه ونظبطه بالطريقة اللي إحنا عايزينها. فبيكون عندنا أول عنصر خالص في قائمة الدوار داخل الإعدادات هو الأحرف، فده بالتالي بيكون العنصر الافتراضي اللي هو هيكون عليه الفويس أوفر لو قفلناه وشغلنا، او قارئ الشاشه لو قفلناه وشغلناه، ده هيكون العنصر الاساسي. تم الاختيار احرف، ده طبعا هو محدده بشكل اوتوماتيك على الاحرف. تم الاختيار كلمات، كلمات. تم الاختيار اسطر، اسطر، تمام، اللي بيقولنا عليه تم الاختيار، فاحنا هنلاقيه في الدوار. تم الاختيار تحديد النص، تحديد النص ده مش هيبقى مختار، وانت طبعا تقدر تضغط عليه وتحدده. تمام، تم الاختيار سرعه الكلام، مستوى الصوت. طبعا لو لاحظنا هنلاقيه بيقول لنا ريأوردر او اعاده الترتيب، ده بحيث ان انا ممكن لو انا مش عايز الفويس اوفر يبدا مثلا باختيار الاحرف، مثلا عايزه يبدا بمستوى الصوت لما اقفله واشغله، فيبقى اول عنصر مثلا في القائمه خالص هو ده اللي يبدا بيه الفويس اوفر. او مثلا عايز وانا بسحب في الدوار نفسه يبقى مثلا العنصر اللي بعد الاحرف ما يبقاش الكلمات، يبقى مثلا الاسطر، وهكذا. فمن هنا بنقدر نضيف عناصر ونقدر نشيل عناصر، مثلا العناصر اللي بتضايقنا واحنا بنتحرك في الدوار نقدر نشيلها. الفكره بقى احنا ازاي اصلا بنقدر نوصل للدوار، او ازاي نقدر نشغل الدوار ونشوف اختيارات. بعد طبعا ما نضيف الحاجات اللي احنا عايزينها في اي مكان في الجهاز مش هتفرق خالص، هنحط صباعين ونلفهم سواء يمين او شمال، كاننا مثلا بنفتح غطاء ازازه او بنقفل غطاء ازازه، او مثلا لو عارفين الراديو البكره اللي بتبقى فيه بنلفها يمين وشمال بنفس الطريقه. فبنعمل الموضوع ده على الشاشه فنلاقيه بيتحرك معانا ويعرض لنا عناصر الدوار. احرف كده هو بدا من اول عنصر اللي هو الاحرف، كلمات كمان سحبه، سرعه الكلام طبعا مع كل 65%. مع كل لفه يمين وشمال بيجيب لنا عنصر، سواء لفه يمين فيجيب لي العنصر اللي بعده، لفه شمال هيجيبني العنصر اللي قبله. تمام، اللغه الافتراضي، اللغه جدول برايل الافتراضي، وهكذا. تمام، فأي عنصر أنا عايز مثلا أستخدمه في الدوار في كل علي اللي أنا أقف عليه، اللغة مثلا كلمات أحرف، أحرف، تمام، فهقف على العنصر ده واسحب سحبة خفيفة من فوق لتحت فيبدأ يقرأ لي الكلمة اللي أنا واقف عليها بالأحرف. لام، همزة تحت الألف، عين، دال، ألف، دال، ألف، تاء. طبعا مع كل سحبة بيقرأ لي حرف معين طالما أنا مختار الأحرف. لو مثلا حركنا بالكل على الكلمات، كلمات، هيقرأ لي الاعدادات كامله بالشكل ده. تمام، لو مثلا انا عايز اغير سرعه الفويس اوفر بشكل سريع فمن نفس برضو الدوار الف برضو سرعه الكلام هلاقي اختيار 65%. سرعه الكلام، وبنفس الشكل هسحب من فوق لتحت او من تحت لفوق سحبه سريعه وهقدر اتحكم في المستوى في سرعه الكلام 70% كده بقى اسرع. طبعا سحبه خفيفه من تحت لفوق، عايز ابطئه اسحب بشكل عكسي من فوق لتحت 65% هيبقى ابطا. فده بالنسبه لموضوع الدوار. طبعا احنا مثلا تعالوا نطبق في حاجه تانية مختلفه في الدوار، هي العناصر الديناميكيه في الدوار او العناصر المتغيره. دي عناصر في الشكل الافتراضي مش هتكون موجوده عندك، بتظهر
في اوضاع معينه جدا في النظام، مثلا وانت بتكتب نص معين او وانت فاتح تطبيق معين العناصر دي بتظهر. فمنها مثلا عندنا اختيار التحرير، لو مثلا جينا فتحنا الفرنسية تستهم الواتساب مثلا واتساب هنا واتساب تمام انشاء رسالة حقل النص تمام، فتحنا لوحة مفاتيح عادية في الواتساب تمام. في لوحة المفاتيح دي مثلا هنكتب مثلا لام لام يا سين سين الف لام لام الف الف مسافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام. كتبنا جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلا أنا الجملة دي عايز أنسخها، فهعمل إيه؟ هلف في الدوار وأنا فاتح لوحة المفاتيح أحرف. تمام، هنلاقي الأحرف، هلف طبعا بشكل عكسي الكلمات التي أو بالشكل اللي أنت تكون محدده طبعا في الدوار على حسب التشكيل أو العناصر أنت تكون مرتبها إزاي في الدوار تحرير. تمام، أنا رحت حاليا لحد اختيار التحرير، هو بيبقى طبعا متضاف بشكل تلقائي في الدوار، أنت ما تقدرش تزيله أو إن أنت تعدل عليه. تمام، اختيار التحرير، اختيار التحرير ده من خلاله احنا بنقدر نحدد النصوص، ممكن ننسخها نلصقها، ممكن ان احنا كمان نقص منها، نحدد عناصر معينه وغيرها. فمثلا انا دلوقتي وقفت على تحرير، هسحب سحبه خفيفه من فوق لتحت، هيقول لي اختيار، فلو ضغطت عليه هيختار اخر جمله في السطر او اخر جمله الفويس اوفر بيكون واقف عندها، اللي هي في الحاله دي كلمه وبركاته. تمام، اختيار الكل، كلمة اختيار الكل لو انا ضغطت عليها هيختار كل النص المكتوب، واقدر ساعتها انسخه او الصقه او اعمل فيه اللي انا عايزه. تراجع، او ان انا لو مثلا كتبت نص حاليا ومثلا عايز امسحه، بدل ما اقعد امسح حرف حرف هضغط على تراجع، هيقوم حذف لي اخر اجراء انا عملته اللي هو عملت كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، المسح الضوئي للنص، المسح الضوئي للنص دي مش هتكون متاحة على كل الأجهزة، هتكون متاحة على أجهزة معينة وتحديدا من أول آيفون إكس إس فما أعلى. دي من خلالها لو أنا قدامي نص بالإنجليزي أو أي نص باللغة اللاتينية، فكل عليا إن أنا بختار الاختيار ده وأوتوماتيك أوجه الكاميرا الآيفون على النص ده وهو ناسخ النص ده وكاتبه بشكل تلقائي. تمام، بعد كده هيبدأ يعدل العناصر لأنها خلصت. فلو مثلا اخترت اختيار الكل، اختيار الكل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تم الاختيار. تمام، تم اختيار النص. هتلاقي بقى ان انت لما تيجي تسحب هتلاقي ان العناصر اختلفت، ما عادش عندك اختيار او اختيار الكل وتراجع، هتلاقي ان في عناصر تانية ظهرت. مشاركة، منها المشاركة، ان انت تحدد النص ده تبعته مثلا على اي تطبيق تاني. تراجع، او ان انت تعمله تراجع زي ما قلنا. النطق، ان انت تعمله نطق، ان انت مثلا تخلي آلة نطق معينة تنطق لك النص ده. نسخ، تقدر تنسخه تقصه او تعمله كات. بحث عام، لو مثلا عندك كلمة معينة عايز تبحث عنها في الديكشنري او المعجم زي ما بيقولوا او القاموس. مشاركة، او زي ما احنا قلنا هيبدأ يعيد لك طالما العناصر خلصت. بحث عن قصة، لو مثلا وقفنا على قص وضغطنا عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هيقول لك ان هو خلاص، هتلاقي ان نغمة الفويس اوفر او صوت الفويس اوفر اتغير، بحيث ان هو يعرفك ان الاجراء ده انت عملته خلاص، ان انت عملت قص للنص اللي كان. طبعا عناصر الدوار بتبقى مختلفه على حسب الاجراء اللي احنا زي ما قلنا اللي انت فاتحه. فمثلا زي ما شفنا اختيار التحرير برضو من نفس لوحه المفاتيح، لو انت كنت فاتح لوحه المفاتيح الكلمات التي بها خطأ املائي، هتلاقي طبعا عندك ان هو بيقول لك الكلمات التي فيها خطأ املائي، طبعا هي مش بتبقى دقيقة بنسبة 100%، لكن بيحاول على قد ما يقدر لو لا عندك كلمة مثلا مكتوبة بشكل خاطئ يقدر يعرفك عليها الفويس اوفر من الدوار، يعني من اختيار الكلمات اللي فيها خطأ املائي. لو سحبنا برضو تحرير بعدها اتجاه الايماء، ده انت بتضيفه عادي من الدوار. نمط الكتابة، الكتابة القياسية، نمط الكتابة، وده اللي انا عايز اكلمكم عنه الا وهو نمط الكتابة. للمعلومة احنا عندنا اكثر من طريقة للكتابة في الفويس اوفر او باستخدام قارئ الشاشه بشكل عام، يعني عندنا طريقه الكتابه القياسيه اللي انت لما بتيجي تبقى فاتح الكيبورد هتلمس الحرف، تمام، هتضغط عليه لمسه هيقوم محدده ضغطتين بسرعه ورا بعض هيقوم كاتب لك الحرف. مثلا في ناس ما بتحبش الاسلوب ده، في ناس مثلا تحب ان هي تثبت صباعها على الحرف ولما تشيله يقوم كاتب لهم الحرف. ففي الحاله دي من اختيار نمط الكتابه اللي بيكون في الدوار بيظهر بس لما تكون انت فاتح الكيبورد، لانه عنصر ديناميكي بيظهر بس في الحالات معينه، هتلاقي ان انت عندك اختيار اسمه زي ما قلنا نمط الكتابه. نمط الكتابه من خلاله تقدر تغير طريقه الكتابه. تمام،
الكلمات التي نرجع تاني اتجاه الإمادة، نمط الكتابة، عناوين نمط الكتابة، الكتابة القياسية، الكتابة القياسية اللي هي زي احنا زي ما احنا قلنا لما بتحدد الحرف تضغط ضغطتين ورا بعض عشان يكتب. فانا عايز مثلا اغير العنصر ده اخليه كتابة اللمس، كتابة اللمس. طبعا سحبة خفيفة من فوق لتحت هيقوم مغير لي النمط. كتابة اللمس ده اللي احنا زي ما قلنا لما تيجي تبقى تثبت صباعك على الحرف، مثلا حرف التاء مثلا ثبت صباعي عليه عايزه يتكتب، اقوم شايل صباعي هيقوم كاتبه. نفس الشيء مثلا مع اي حرف تاني، اللام، لام، الف، الف، وهكذا. حذف، عايز مثلا الحذف هثبت صباعي الف حذف وارفعه يقوم كاتب لام حذف تاء. مثلا في ناس مش عايزه كده، في ناس عايزه ان هي اول لما تلمس الكيبورد يبدا يكتب على طول حتى من غير ما ينطق لهم، او من غير حتى ما يضطروا ان هم يثبتوا صباعهم وبعد كده يشيلوه. فهنرجع تاني لنمط الكتابه، الكلمات التي تحت اتجاه الاماده، نمط الكتابه، كتابه اللمس، كتابه اللمس. هنسحب برضو سحبه خفيفه من فوق لتحت، كتابه اللمس المباشر. هتلاقي عندك عنصر تالت اسمه كتابه اللمس المباشر، ده اللي انت مجرد ان انت تلمس مكان الكيبورد هيكتب الحرف، مش محتاج ان انت تثبت صباعك ولا حاجه. الف لام لام را لام، انا قاعد اضغط اهو هو قاعد لام يكتب، شين بكتب. بضغط طبعا بشكل عشوائي فهو بيكتب شين را زين الف لام حذف. تمام، فده بالنسبه لموضوع اختيارات الكتابه وفي الدوار اللي هي عناصر ديناميكيه. نرجع تاني بقى لموضوع اعدادات الفويس اوفر، وفي هنرجع تاني لاختيار الدوار اللي احنا كنا فيه. التركيز زري مركز التحكم شاشه نخش على تسهيلات الاستخدام والعصب، التعليق الصوتي، التعليق الصوتي، التعرف بالصوتي، الاوامر، الانشطه، دوار زري، دوار الاختيار، تم الاختيار، هنروح لحد تم الاختيار، الانشطه، هندور على حبه عناصر ثانيه، شاشه الخط اليدوي، تم الاختيار، شاشه ادخال برايل. ده برضو هيرجعنا لنقطه كمان هي طريقه الكتابه عن طريق شاشه ادخال برايل. طبعا انت العنصر ده زي ما قلنا هو لازم تضيفه للدوار عشان تقدر تكتب طريقه برايل، فانت لو متعلم طريقه برايل تقدر تكتب على الايفون بالطريقه دي، هتكون طبعا اسرع معاك من ان انت تدور على الحرف وتكتبه. تقدر تحدده زي ما انا محددها حاليا، تم الاختيار، شاشه ادخال برايل، هتضغط عليها وهتضاف عندك للدوار، وفي اي مكان الكتابه لانها عنصر ديناميكي تقدر تكتب عادي. الخط اليدوي، عندنا برضو الطريقه الخامسه للكتابه هي طريقه الخط اليدوي او الكتابه بخط يدوي. لو انت عارف طرق الكتابه او طريقه كتابه الحروف فانت تقدر تكتب عن طريق الطريقه دي الرموز وغيره. تمام، فاحنا مثلا نحددها، عايزين مثلا نجرب ان احنا نكتب بيها الخط اليدوي، هنضغط على الخط اليدوي، الخط اليدوي. تمام، وبعد كده نرجع تاني للواتساب، لام الف حذف، نعزل كل ده كاتبينه، الكلمات التي في التحرير، اتجاه الإمادة، نمط الكتابة، كتابة اللمس، كتابة اللمس المباشر، الكتابة القياسية، نخليها القياسية عشان ما تضايقناش واحنا بنجرب. عناوين، هنلف برضه في الدوار لحد عنصر الخط اليدوي، هنجرب الأول على الخط اليدوي. التعرف على الشاشة، وصف الصور، شاشة جدول برايل، اتجاه الإيف، عناوين، حاوية، التعرف، وصف الصور، شاشة جدول برايل، الكلمات، تمام. تحرير، ذال، التحرير، اتجاه، نمط الكتابة، عناوين. نتأكد إن احنا اخترناه. تم الاختيار، وصف الصور. سرعة التقدم، تم الاختيار، اللغة، تم التلميحات، التلميحات، تمام. الأصوات. علامات تخامد الصوت، مستوى الصوت، تم الاختيار، سرعة الكلام، تم الاختيار، تحديد النطق، تم الاختيار، اللغة، تم الاختيار، جدول، سرعة التقدم، تم الاختيار، الأنشطة، تم الاختيار، شاشة، تم الاختيار، الخط اليدوي. هو طبعا في حالات طبعا زي ما احنا قلنا مش هيظهر فيها، هو الخط اليدوي للاسف يعني في التحديثات الاخيره للاي او اس ما عادش بيظهر باللغه العربيه، ده لانه هو في الاساس ما بيدعمش الكتابه بالعربي، لكن لو انت جهازك بالانجلش ممكن اوريكم الموضوع ده، لو جيت تكتب هتلاقي ان هو بيكتب معاك بالانجلش عادي، لكن للاسف هو ما بيدعمش الكتابه بالعربي. فممكن نبقى نشوف موضوع الكتابه ده يدويا ده قدام شويه لما نيجي نقلب الجهاز التاني بالعربي. ففي الحاله دي هنشوف دلوقتي موضوع الكتابة عن طريق شاشة هو ممكن ما ظهرتش عشان اللوحة بالعربي، لو كانت بالإنجليزي كان ممكن تظهر. تعال نجرب. التحرير، اتجاه الإمادة، نمط، عناوين، حاوية، التعرف، وصف الصوت، شاشة جدول برايل، اللغة، الاقتراب، سرعة التحديد النطق. هو واضح إن هو ما بيظهرش بالعربي في التحديث الـ i16. فتمام، نرجع بقى الموضوع. الخط اليدوي، أحرف، الكلمة، التحرير، اتجاه الإمادة، نمط، عناوين، حاويات، التعرف، وصف الصور، تشغيل، شاشة جدول، شاشة ادخال برايل، اتجاه مكتب. تمام،
رأسي نكس كيبورد العربي عربي عشان ما اديناش واحنا بنكتب الخط كلمات تحديث سرعة اللغة جدول برايل شاشة ادخال الاتجاه مقفل الف الف طبعا انت في حالة شاشة ادخال برايل بتمسك الايفون بشكل بالعرض يعني فبيبقى عندك العناصر مترتبة على الشاشة بالشكل الآتي نقطة 1 2 3 طبعا لو تعرف طريقة كتابة برايل فبتبقى عندك الخلية متقسمة لجزئين النقطة الأولى والتانية والتالتة في جزء والرابعة والخامسة والستة في جزء طبعا انت بتقدر ترتب الشكل بتاعها زي ما انت عايز على حسب اهتماماتك او على حسب تفضيلاتك فبتعمل ايه انت مع كل حركة للايفون هتلاقي ان العناصر بتتغير او ترتيب الايقونات بيتغير او ترتيب الازرار بتاعة الخلية بيتغير الاتجاه غير مقفل نمط اعلى الجدول فانت لما تيجي تكون لما تحرك الايفون نمط الشاشه البعيده هتلاقي ان هو مثلا بيقول لك نمط الشاشه البعيده لان النقط عندك هنا شكلها اتغير السحب الايماءات نفسه اتغير لو مثلا لفينا الايفون شويه الشكل ده هيبقى نمط اعلى الجدول وغيره تمام فانت بتختار الوضع اللي انت ممكن تكون مرتاح له تقعد تجرب الاوضاع لحد لما تشوف الوضع اللي انت ترتاح تمام طبعا عندنا في شاشه ادخال برايل بيبقى عندنا السحب في الايماءات بيبقى مختلف شويه اللي مثلا عايزين نعمل زي ما احنا سمعنا من شويه اللي هو بدل ما نقعد نحرك الايفون كل شويه فيقعد يتغير معانا الوضع فبنعمل ايه نسحب 3 صوابع من فوق لتحت فبيثبت لنا على الوضع ده ومهما حركنا الايفون بيفضل ثابت معانا فمثلا لو جينا نكتب هتلاقيه بيكتب معانا عادي نضغط على النقطة الأولى مثلا مسافة تمام باء باء عنصر الفاء جربنا كده همزة اوكي همزة 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 هتلاقيه ان هو بيكتب معانا عادي همزة همزة تعالى مثلا نكتب تنوين الفتح تنوين مسافة مسافة هيكتب معانا عادي مسافة تنوين الفتح مثلا انا ما ارتحتش في الوضع ده مثلا فعمل ايه هسحب بثلاث صوابع هتلاقي ان الشكل اتغير معانا طبعا هو في التحديثات الاخيره للاي 16 في حصل حاجه ليها علاقه بتحرير النص فدي اللي ممكن تضايقك شويه وانت بتتحرك في شاشه ادخال برايل تعال اكلمكم عنها بشكل سريع تعال نكتب اي نص مثلا تمام تعالوا نكتب نص كده معين الخط تحديث سرعه اللوف جدول شاشه ادخال برايل الفاصل مسافه تمام الاتجاه غير مقفل نمط الشاشة البعيدة تمام الاتجاه مقفل ألف تمام. ألف ألف تعالوا بقى نكتب مثلا ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف لام سين لام أم عليكم ورق مسافة مسافة تنوين الفتح عامل لها اختصار مثلا النص اللي انا كتبته حاليا ده في شاشة ادخال برايل عايز اعمل له تعديل معين فاعمل ايه هنثبت صباعنا في أي مكان في الشاشة تمام في أي مكان مش هتفرق هيطلع لنا نغمة كده معينة نمط الاستكشاف واحد طبعا انت لو تثبت صباعك لفترة طويلة هيبدأ يدخلك في وضع نمط الاستكشاف اللي هو بيعرفك ترتيب النقط عندك مع كل سحبة مثلا او انت مثبت صباعك وتحركه هيبدأ يقول لك انت واقف على النقطة انهي بالظبط انا دلوقتي واقف على النقطة 1 3 كده بقيت 3 2 4 كده بقيت النقطة 4 5 6 تمام 2 1 فمش ده المطلوب تمام او مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين اول لما نسمع النغمه الاولى لما نيجي نثبت صباعنا نبدا نتحرك هيبدا بشكل معين هيبدا ان احنا نقدر نعمل تحرير للنص هنشوف ازاي هنثبت صباعنا هيسمع النغمه دي تمام لو جينا سحبنا بصباعين من اليمين للشمال او من الشمال لليمين هنبدا نحدد النص مثلا انا حاليا واقف على الهاء حددت الهاء سحبة كمان هحدد التاء اللي هي في كلمة وبركاته سحبة كمان هحدد الألف كاف الكاف راء الراء باء واو والواو مثلا مش عايز أحدد بالأحرف عايز أحدد بالكلمات فبدل ما أسحب بصبعين هسحب بثلاث صوابع كلمات فهبدأ إن أنا إيه أتحرك بشكل الكلمات مثلا عايز أحدد الكلمة اللي بعدها هسحب بصبعين برضو من اليمين للشمال الله هحدد كلمة الله عايز الغي التحديد عنها هسحب بشكل عكسي الغي التحديد الله تمام فمثلا انا حددت نص معين الله مثلا حددت كلمه الله وبركاته عايز مثلا ان انا اقص النص ده مثلا أصدر. تمام او ان انا مثلا اعمل له تحرير احرف فبنعمل ايه كلمات ان انا خلاص حددته عايز مثلا احذفه اعمل ايه هشيل صباعي خالص من اللي انا كنت مثبته على الشاشه واسحب مسافه هيقوم حذف لي النص اللي انا كنت محدده فده بالنسبه لموضوع شاشه ادخال برايل منها انت باختصار لو انت عندك متعلم يعني طريقه برايل هتناسبك جدا في الكتابه هتكون اسرع معاك في تحرير الكلمات تمام
تعالوا بقى استاذ يوسف، ممكن بس اسال سؤال؟ ايوه اتفضل. انا بصراحه بحب طريقه برايل جدا وبكتب عليها دايما، ما بكتبش غير عليها، بس ما بكتبش ايوه غير على هي لوحه فعلا برايل. انت بس لو بصراحه المعلومه الاخيره دي انا اول مره اسمعها وعمري ما عرفتها قبل كده. فاول حاجه ان انا حابب هي اشكرك. فعلا تعتبر اضافت مؤخرا يعني، لسه في الاي او اس 15 يعني حديثا، يعني مش قوي يعني، بس ف القصه بس انا مش ما كتير فهمتش الناس قوي تعرفها. يعني. خليني بس تمام اقول لحضرتك اللي انا فهمته. طب بص يا محمود، وبركاته. تمام بص يا محمود، دلوقتي احنا انت مش مثلا عايز تحدد النص، عايز تحذف نص مثلا معين او كلمه معينه، فانت بدل ما تخرج مثلا من شاشه ادخال برايل وعايز تحذف النص اللي انت مثلا اخر كلمه مثلا كلها على بعضها، فانت عارف ان انت بتسحب بصبعين يحذف لك اخر كلمه. فمثلا مش عايز احذف اخر كلمه، عايز مثلا احذف كلمه في النص، اللي قبلها مثلا. فاقدر ان انا اقدر ان انا اتخطى الكلمه دي واروح على الكلمه اللي بعدها واقوم حذف مثلا من نص السطر بدل ما احذف من اوله. تمام، وصلت؟ فهي دي انا الفكره فاهم منك، بدل الفكره ما بتاعتها. بس انا بثبت صباعي، انا برضو فاهم ان انا بثبت صباعي، ايوه ب ب ب تمام، بشيله بقى عادي ولا ما بقدرش اشيله غير لما اخلص خلاص ما بقى ان انا تشيلوش غير مثبته؟ لما ما... لا تفضل مثبته، ما تشيلوش غير خلاص لما تكون عايز تكتب عادي، لكن طول ما انت بتعمل تحرير للنص لازم صباعك يفضل ثابت. طب اما بسحب بصباعين او بثلاثه، بسحب بايدي التانية عشان مثلا اتنقل مظبوط، ما بين الحروف والكلمات ايوه بايدي مظبوط التانية، وصباعي ده متثبت زي ما هو. مظبوط. تمام. فده بالنسبة لموضوع شاشة ادخال برايل. حد عنده اي استفسار بخصوص النقطة دي او بخصوص الكتابة او الدوار بشكل عام في الفويس اوفر؟ انا عندي استفسار، بحط اتفضل. بثبت كام صباع عشان اكتب كام صباع عشان تكتب في ايه بالظبط، في انهي وضع؟ الحروف مثلا ولا الكلمات ولا الحروف مثلا في وكلمات الكتابة العادية يعني بتبقى بصباع واحد بس، يعني الوضع القياسي اللي احنا كنا شفناه. فانت عايز مثلا تكتب حرف الألف، مسافة لام ألف، فانت بتقف عليه هتضغط ضغطتين ورا بعض ألف هيكتب لك الحرف حرف ألف التاء. تمام 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 طبعا انت تقدر تغير الوضع ده لو مرتحتش معاه او عايز وضع اسرع مثلا. تمام. حد عنده اي استفسار تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخط اليدوي شنو يعني فكرته؟ الخط اليدوي باختصار انا كنت هقولها لكم يعني، بس واضح ان قبل غيرت مكانها دلوقتي لازم يكون جازك بالانجلش. الفكره ان انا مثلا لو كنت شخص عارف طريقه كتابه الحروف المبصر، مثلا حرف الاي حرف البي، فمثلا مش عايز اكتب عن طريق الكيبورد ولا عن طريق شاشه ادخال برايل، فانا اقدر ارسم الحرف على الشاشه وهو يكتبه اوتوماتيك. فدي الفكره منها، او اكتب مثلا شكل الرقم او الفاصله او النقطه اقدر ارسمها وهو يكتبها في الكيبورد عادي. السلام عليكم شباب. يوسف، بس اوضح النقطة ايوه لمهند وللأستاذة رؤى. بالنسبة لمهند، احنا لو بنكتب بالبريل يبقى بإيدينا الاثنين بنكتب، يعني تمام بخلي مظبوط التليفون يكون ظهره ليا وبثبت 3 صوابع يمين و3 صوابع شمال. دي في حال ان انا بكتب بريل، انما لو بكتب بالطريقه العاديه لا خلاص يبقى انا بكتب صباع واحد. دي نقطه. نقطه تانيه، دي نقطه. النقطه التانيه استاذه رؤى، الخط اليدوي اللي هو احنا نقصد بيه الكتابه المبصر. لو انت عارفه او عندك خلفيه مسبقة عن الكتابة المبصر، هي دي اللي يوسف يقصدها، ان احنا بنكتب بصباعنا كأننا بنكتب على ورقة مثلا. دي النقطة انا اللي بكتب احنا، على الآلة كاتبة. ايوه بالظبط يا مهند، انت مثلا كأنك بتكتب على الآلة كاتبة 3 صوابع يمين 3 صوابع شمال، والطريقة اللي شرحها يوسف ازاي مثلا تعمل تمسح وازاي تعمل سبيس وازاي الكلام اللي قاله يوسف بشكل مختصر ليه. لو سمحت، انا ما عرفت او ما انتبهت كيف حضرتك قلت بنسوي سبيس. سبيس تمام، في شاشه ادخال برايل فاحنا نعم. عشان ندخل سبيس او مسافه بنسحب سحبه خفيفه من اليمين للشمال، ده طبعا حسب الوضع اللي احنا مختارينه في شاشه ادخال برايل. هما بيبقوا وضعين، نمط الشاشه البعيده والشاشه الافقيه تقريبا، مش فاكر اسمها بالعربي، فعلى حسب الوضع. لكن الافتراضي بيكون من اليسار لليمين بيدخل مسافه، ولو عايز احذف حرف مثلا بيكون السحب بشكل عكس، بسحب من الشمال لليمين. طب انا لو بدي احدد الكلمه بالنص كيف بدي ارجع لها؟ زي بدي ما احنا احذف شفنا كلمه بالنص. تمام، كلمه في النص. فاحنا كل اللي احنا محتاجينه خط تحديث سرعه الكلام 65، اللغه جدول شاشه ادخال الاتجاه مقفل القيد نمط الشاشه البعيده ذا 6. هنثبت صباعنا اي اصبع واحد في اي مكان في الشاشه. تمام. بعد كده انا عايز اتحرك بقى في النص، عايز اتخطى اللي انا كاتبه ده، عايز اوصل لنص السطر، فبسحب بصباعين من اليمين للشمال
فيبدأ يتحرك معايا بشكل عكسي لحد الكلمة اللي بعدها. هو حاليا بيتحرك عن طريق الأحرف، فأنا مثلا مش عايز أتحرك حرف حرف، عايز أتحرك بالكلمة نفسها أو عايز أتحرك كلمة كلمة. فبعمل إيه؟ بسحب بثلاث أصابع تم الاختيار من فوق لتحت، تمام؟ كلمات، هيبدأ يقول إن أنت كده في وضع تحرير الكلمات، فأنت هتتحرك لو سحبت بإصبعين للكلمة السابقة أو التالية. تم الاختيار ورحمة الله خطأ إملائي، تمام. وصلنا للكلمة اللي بعدها، عليكم. وصلنا للكلمة اللي بعدها، السلام، وهكذا. فأنا مثلا عايز السلام، أقف عند كلمة السلام مثلا وأبدأ أكتب، مثلا عايز أدخل كلمة بعدها أو أحذفها أو غيره، فأقدر أتحكم بيها بالشكل ده. رأسي أحرف صغيرة تحديد النص. في أي استفسار تاني ولا الأستاذ يوسف يكمل يا جماعة؟ في حد عنده أي استفسار تاني أو أي سؤال؟ تمام، حضرتك بقى كمل على الجزئية اللي جاية يا أستاذ يوسف. أصبر، عندي سؤال. اتفضل يا فندم، اتفضل. طب لو إحنا دورش شغلناه نتفي إزاي؟ نرجع أيفون عادي إزاي؟ لا، هو مش وضع بتخش فيه، هي إيماءة من ضمن إيماءات الفويس أوفر. يعني مثلا أنا وقفت على كلمة عايز أقراها مثلا حرف حرف، بسحب في الدوار لحد اختيار الحرف، هقف على الكلمة اسحب سحبة خفيفة من فوق لتحت، هيبدأ يقرا لي حرف حرف. لكن التحرك في النظام هيفضل زي ما هو، اللي هو اتحرك يمين شمال، المس في اي مكان في الشاشة هيوديني على العنصر اللي انا لمسته، فيبقى التحرك زي ما هو عادي، في وضع بخش فيه خالص. ماشي، اوكي جود. نروح للنقطة اللي بعدها، نتكلم عن الاعدادات، اعدادات الفويس اوفر بشكل عام او اعدادات تعليق الصوت. عندنا في الفويس اوفر لازم ان انت تظبط اعدادات الفويس اوفر بالشكل اللي يناسبك عشان ما تلاقيش ان الفويس اوفر بيضايقك في بعض الحالات. فاحنا هنشوف دلوقتي اعدادات الفويس اوفر ونشرحها بشكل سريع عشان تعرف ايه الحاجات اللي انت مثلا عايز تظبطها، ولو عايز مثلا حاجه تظبطها بشكل معين فتقدر تظبطها ازاي. فاول حاجه احنا هنفتح الاعدادات وبعد كده تسهيلات الاستخدام، التسهيلات الجسديه والتعليق الصوتي. التعليق الصوتي هيفتح لنا قائمه اعدادات الفويس اوفر اللي احنا شفناها في الاول بتاعه الدوار. تعالوا ناخدها نقطه نقطه. سرعه الكلام 65%، عندنا سرعه الكلام اللي احنا بنقدر من خلالها نسرع الفويس اوفر او نبطئه. عندنا بعدها على طول زر النطق، دي من خلالها لو ضغطنا عليها الصوت ناجح نقدر نغير صوت بتاع الفويس اوفر. لو مثلا انا ما ارتحتش مع الصوت الافتراضي اللي هو صوت ماجد اللي في الفويس اوفر، فاقدر ان انا اختار صوت تاني من الاصوات اللي بيوفرها النظام. العربيه العالم عنوان طارق، مثلا صوت طارق لو ضغطت عليه العربيه العالم طارق محسن باستخدام 38.6 متر. طبعا مجرد ان انا اضغط عليه هيقوم مختار الصوت ده تلقائيا. طبعا لو الصوت مش نازل او مش متحمل هيقول لي تنزيل، تمام، فاقدر ان انا اضغط عليه وهيتم تنزيله. فلو انا مثلا عايز اغير الصوت طارق محسن اضغط عليه، تم الاختيار طارق محسن باستخدام 38.6 زي ما احنا لاحظنا تم تغيير الصوت في نفس اللحظه. تم الاختيار طارق، تعال نرجع لصوت ماجد زيريك العربيه العالم ماجد باستخدام، تم الاختيار ماجد باستخدام 9.0. رجعنا لصوت ماجد عادي. تعالوا بقى نشوف الحاجات الثانيه، ده بالنسبة لموضوع الأصوات. عندنا حاجة مهمة جدا ألا وهي طرق. طبعا احنا بنتحرك في النظام بشكل عام هنلاقي ان في بعض الكلمات الفويس اوفر بينطقها لنا بشكل خطأ، فمن ايقونة طرق النطق لو ضغطنا عليها تمام هتلاقي عندك ان انت تقدر تضيف كلمات، الكلمات دي تقدر تعدد عليها بالتشكيل بحيث ان انت تخلي الفويس اوفر ينطقها بشكل صحيح. فمثلا انا عايز اضيف كلمه، هضغط على كلمه اد او اضافه، عباره حقل النص جار التحرير نمط الحرف، هتلاحظ ان هو فتح لك مربع كتابه في او المربع الكتابه ده باسم العباره. العباره دي بكتب فيها الكلمه المعينه الفويس اوفر بيكتبها بشكل او بيقراها بشكل خاطئ. طبعا هو طرق النطق مش بتقبل بس الكلمات، انت ممكن تكتب جمله بحالها او الفويس اوفر في سياق الجمله دي بينطقها بشكل خاطئ، بتقدر تكتب الجمله دي كلها على بعضها وتعدل عليها بحيث ان لو الفويس اوفر قابل الكلمه دي نفسها او الجمله دي كلها يبدا يتعامل معاها بشكل كامل. لو مثلا قابل كل كلمه لوحدها، لو بينطق كل كلمه لوحدها صح انت مش محتاج ان انت تعدل على كل كلمه لوحدها. فمثلا تعالوا نضرب مثال، لو لاحظتوا ان انتوا في الواتساب في ناس بتشتكي من كلمه ربما يكون للارقام اللي هم مش مسجلينها، تمام، فالجمله دي احنا ممكن نكتبها كلها على بعضها ونخليها مثلا نختصرها بكلمه ربما مثلا، او مثلا لما الفويس اوفر يقابل كلمه ربما يكون دي يتجاهلها، فنقدر نكتب الكلمه كلها عن طريق الكيبورد وهتلاقي عندك حقل ثاني في الكتابه
حقل النصي. الا وهو حقل البديل ده، ان الفويس اوفر لو لقى العباره دي مكتوبه او كلمه مثلا معينه اللي احنا عايزين مثلا الفويس اوفر شافها، بيعمل نفسه يعني كانه ما قراهاش من مربع البديل، نقدر نكتب اللي احنا عايزينه بحيث ان الفويس اوفر ينطقها بالشكل الصحيح. لو مثلا كلمه نقدر نشكلها فالفويس اوفر ينطقها صح، لو جمله مثلا نقدر نشكلها برضه والفويس اوفر ينطقها صح، او لو كلمه مثلا عايزين لما يشوف الكلمه دي ما ينطقهاش مثلا، فاقدر مثلا في مربع البديل ده احط علامه المسافه او اضغط على زرار المسافه، فبالتالي الفويس اوفر لو قابل الكلمه دي كأنه ما شافهاش، مش هينطقها خالص يعني. قم بالإملاء أو التونجو كيف تريد الدجلة اللغات. أنا حاليا ما عنديش مثال أنا أجرب به، لكن أظن الفكرة واضحة. طبعا في مربع العبارة بكلمة عادي بدون أي حاجة فيها الفويس أوفر بينطقها غلط، كلمة في البديل بنشكل الكلمة، أو لو مثلا إحنا عايزين الفويس أوفر ما ينطقش الكلمة دي بنحط مسافة. الأصوات هنا عندك اختيار برضو من أيقونة إضافة العبارة العربية اللغات. أنت عايز تطبق التعديل ده على أنهي لغة بالظبط؟ عايز تطبقه على العربي ولا عايز تطبقه على الإنجليش؟ لو مثلا أنت كاتب نص بالإنجليزي عايزه مثلا ينطقه لك بالتعديل ده يتطبق بس على الإنجليزي ما يتطبقش على العربي وغيره. وعندك برضو تبقى محدد أكتر لو أنت بتستخدم صوت معين الأصوات العربية، عايز مثلا التعديل ده يبقى صوت ده بس بقية الأصوات بتنطق الكلام صح، او مثلا انت مش عايزه يبقى متطبق على بقيه الاصوات، فانت تقدر برضو الاصوات الكلة من ايقونه الاصوات تختار الاصوات اللي فيها اللي انت عايز تطبق عليها التعديل ده، تضغط عليها تم الاختيار الكلة، هيعرض لك اختيار ان هو بتحدد على الكل، او ممكن تشيل التحديد من على الكل وتختار صوت صوت او الاصوات اللي انت بتستخدمها او الصوت اللي انت عايز التعديل ده يتطبق عليه. بس مثلا لو انا عندي نفترض صوتين، صوت ماجد مثلا وصوت طارق، الكلمه مثلا المعينه كلمه الاعدادات، لان طارق بينطقها صح الاعدادات، لكن صوت ماجد بينطقها الاعدادات، بيفتح بيكون فتحها شويه، فانت تقدر مثلا تخلي التعديل ده بس يبقى يتطبق على صوت ماجد لكن ما يتطبقش على صوت طارق. تمام، فتقدر تحدد الصوت وهو اوتوماتيك هيطبق التعديل ده بس على الصوت ده مثلا، او صوتين بس، او ثلاث اصوات على حسب اللي انت بتختار. نرجع تاني تطبيق على تطبيق تجاهل الحاله تشغيل. تمام، هنا عندنا اختيار مهم جدا الا وهو تجاهل الحاله. تجاهل الحاله دي لو احنا مثلا كان عندنا الكلمه دي وسط كلام معين فهو يتجاهل مثلا ان هي وسط كلام ومهما كان يطبق التعديل ده عليه، فلو كانت هي متشغله فبالتالي لو الفويس اوفر شاف الكلمه دي في اي وضع مثلا هينطقها بالتعديل اللي انت طبقته عليه، لو مثلا انت وقفته فمش هيطبقها بس غير لو هي كانت كلمه لوحدها. تمام، تطبيقي على كافه التطبيقات تشغيل. هنا عندنا اختيار تطبيق على كافه التطبيقات، ده برضو اختيار يعتبر مهم جدا، ان انت مثلا لو عندك الكلمه المعينه دي بينطقها في التطبيق لوحده غلط لكن في بقيه النظام صح، ده وارد ان هو يحصل معاك، تقدر تعمل التطبيق على كافه التطبيقات وتوقفها وتختار التطبيق المعين اللي انت لو الفويس اوفر شاف الكلمه دي في التطبيق ده يعني مثلا نفسه. السلام عليكم استاذ يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن تعيد لي تجاهل الحاله؟ تمام، بالنسبه لموضوع تجاهل الحاله، تجاهل الحالة تشغيل. اختيار تجاهل الحالة لو انا مثلا كتبت الكلمة دي مثلا نفترض كلمة الاعدادات كتبتها مثلا، انا عايز لو الفويس اوفر شاف كلمة الاعدادات دي في جميع الاوضاع في اي مكان في اي نص مثلا انا بقرأه، ان الفويس اوفر يشوف الكلمة دي يقرأها بالشكل الصح اللي هو يكون بالكسر الالف، فانا هقوم مشغل الاعداد ده، فبالتالي اي مكان الفويس اوفر هيشوف فيه الكلمه دي هينطقها بكسر الالف. لو مثلا انا عايز لو شاف الكلمه دي بمفردها مش وسط كلام ينطقها مثلا بشكل افتراضي اللي هو بفتح الالف، فهقدر ان انا اقوم موقف اختيار تجاهل الحاله، فبالتالي لو كان متوقف هيقرا زي ما احنا قلنا لو كانت الكلمه دي لوحدها، لو كانت مشغله هيقرا، لو كانت وسط نص هيقراها بالتعديل اللي انا طبقته. تطبيقي على كافه التطبيقات تشغيل. تمام، فده بالنسبه لموضوع طرق النطق والتعديلات. انا اسف يوسف، بس توضيح للاستاذ علي بس عشان بس كمثال يعني مثلا يا اخي علي، لما مثلا انت في بعض الكلمات اللي هي زي مثلا عبد الله عبد الرحمن مش عارف وهكذا، تمام، ان هو مثلا اذا جت كلمه عبد لوحدها يعني هذا الرجل عبد لله،
مثلا، تمام. هو زمان كان بيقولها كلمة غريبة كده شوية، فإنما لو إذا هو شافها عبد لوحدها من غير مثلا عبد الله أو عبد الرحمن كده، تمام، هيتجاهل إن هي مكتوبة غلط ويقولها بالشكل الصحيح، أو العكس إن هي مكتوبة صح ويقولها بالشكل الخاطئ، على حسب أنت عامل إيه بالظبط مع الكلمة، تمام. ده اللي يقصده بتجاهل. تمام، نكمل. بالنسبة لموضوع الترندات، خلاص احنا يعتبر خلصناه. طبعا انت لو ضفت اختيار وعايز تحذفه، هتلاقي ان انت تقدر تقف على الاختيار ده وتسحب الاجراءات، السحبة الخفيفة اللي هي بتبقى من فوق لتحت او من تحت لفوق، تقدر تعمل له حذف. طبعا انت لو لاحظت في قائمة طرق النطق، لو ضفت التعديلات هتلاقيه ان انت لو وقفت على اي تعديل انت عامله، هتلاقيه مثلا ان هو انا مثلا هو بينطق اسمي بشكل خاطئ، صوت سيري مثلا، فهتلاقيه ان هو بينطق لك مثلا اول حاجة الكلمة بشكل خاطئ، وفين بعدها لو تلاقيه ان هو بيسكت للحظة كده، وبعد كده يقرا لك الكلمة بالشكل الصحيح او بعد التعديل اللي انت طبقته، عشان تتأكد ان هو بيقرا بشكل صحيح، مش محتاج ان انت تستنى لما الكلمة دي تقابلك، تمام. فانت من هنا تقدر تعرف اذا كان التعديل اللي انت طبقته صح ولا لا. ده بالنسبة لطرق النطق، كل متعلق بطرق النطق. عندنا برضو من داخل النطق، احنا كل ده لسه في النطق، في اعدادات الفويس اوفر، حدة الصوت. انت لو لاحظتوا تقدروا من خلالها ان انتوا ترفعوا حدة او تخفضوا حدة الصوت. مثلا هو بيبقى الافتراضي 50%، انا مثلا مش عاجبني 50%، اقدر اقللها، اقف عليها، هتلاقي ان الصوت بقى اخشن شوية، اقدر اقللها كمان 30%، بقى اخشن شوية، او ان انا مثلا ارفعها 60%، بقى ارفع شوية، وهكذا. طبعا هي بترجع للتفضيل الشخصي، ايه، لكن هي بتبقى بشكل افتراضي مظبوط على 50%، وده يعتبر يعني الوضع المناسب يعني لاغلب المستخدمين. تغيير الحده، تشغيل تغيير الحده. في بعض الحالات فويس اوفر مثلا لما تيجي بتحذف نص معين بيغير لك الصوت عشان يعرفك ان انت كده مثلا بدات تحذف نص، فانت لما تيجي توقف الاختيار ده اللي هو تغيير الحده، الفويس اوفر يلتزم على طول بالحده اللي انت مثبتها اللي هي 50%. لكن لو انت كنت مفعله في بعض الحالات اللي احنا قلنا عليها، وخاصة لما تيجي تحذف نص، لان دي اللي هتقابلك كتير، هتلاقي ان الفويس اوفر بيخشن صوته شوية عشان تقدر تعرف ان انت دلوقتي بتحذف نص مش مجرد اللي انت بتكتب، او اللي انت مثلا بتكتب نص فتلاقي ان الحدة بتاعت الصوت بقت ارفع شوية، وهكذا. اكتشاف اللغات، توقف. اكتشاف اللغات هو بيبقى جاي تشغيل، يفضل ان انت تعمله ايقاف عشان ما يعملكش مشاكل وانت بتقرا بعض النصوص، لان مثلا انت بتقرا نص انجليزي هتلاقي ان هو بيقرا لك مثلا بصوت فرنساوي او حاجه، فيفضل ان انت توقفه وتضيف الاصوات او اللغات بشكل يدوي، تمام. سينطق التعليق الصوتي دائما بالصوت الحالي، تمام. لغات الدوار، عندنا لغات الدوار. طبعا زي ما شفنا الدوار وازاي نقدر نوصل له، لو لاحظنا ان في اختيار داخل اعدادات الدوار اللي هو اختيار اللغة ده، باختصار لو احنا مثلا في كل نص معين انا عايز الصوت العربي بس اللي يقرا النص ده، لو هو مثلا نص انجليزي عايز اقرا مثلا بصوت ماجد، فاقدر ان انا اتحرك في الدوار، حاوي التعرف على وصف الصور، جدول برايف اللغه الافتراضي، هو بيبقى مظبوط على الافتراضي، تمام. العربية، العالم، اقدر ان اروح للعربيه فقط مش الافتراضيه، فبالتالي اي نص سواء كان عربي انجليزي الصوت ده اللي هيقرا، اللي هو دلوقتي في الحاله دي صوت طارق، تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. الانجليزيه، الولايات المتحده، سيري الصوت 4. طبعا زي ما لاحظنا هو بينطق كلمه سيري بالصوت العربي، ما نطقوش بالصوت الانجليزي عشان انا حددت على اللغه العربيه فقط في اللغه او في الدوار الخاص باللغه، فبالتالي اي حاجه انجليزي الصوت العربي اللي هيقراها. عايز ارجع الوضع زي ما كان، هنلف تاني في الدوار نتاكد ان احنا واقفين على اللغه. سرعه الكلام، اللغه العربيه، العالم، هنسحب العربيه، العالم، افتراضي لحد ما يقول لنا الافتراضي، فبالتالي الكلام بالعربي الفويس اوفر او الصوت العربي اللي هيقراه، كلام بالانجلش الصوت الانجليزي اللي انت هتكون مختاره هو اللي هينطقه. الانجليزيه، الولايات المتحده، سيري الصوت 4. طبعا المهم في كل لغات الدوار مش بس ان انت لو قابلك نص معين عايز تقراه بصوت معين مثلا او بلغه معينه تقراه بالشكل ده، المهم ان انت لو ضفت لغه، تمام، انا عايز مثلا لو قابلني نص انجليزي ما يقراهوش مثلا الصوت الافتراضي اللي هو بيكون سمنت، عايز يقراه مثلا صوت سيري، فبضغط هنا على لغه جديده، اضافه لغه جديده،
تمام، وبعد كده بختار اللغه اللي انا عايز اضيفها، في الحاله دي اللغه الانجليزيه الولايات المتحده، واقدر بعدها اختار الصوت مثلا اللغه دي اللي هو الانجليش، في الحاله دي اقدر اضغط هنا الانجليزيه الولايات المتحده الانجليزيه واغير Allison, Ava, Zip, Bruce, مثلا تعالوا نغير الصوت Zip, الانجليزي A, Grandma, Grand, Reed. نختار مثلا تم الاختيار Reed. صوت الليكونز تمام، فدلوقتي اخترت صوت ريد، فبالتالي لو قابلني اي نص انجليزي من لغات الدوار او اي نص انجليزي عامه يعني، هتلاحظوا ان هو بيقرا الصوت الانجليزي اللي انا اخترته من لغات الدوار. فبمعنى اخر لغات الدوار هتفيدنا في حاجتين، الحاجه الاولى اللي انا قابلني نص معين عايز اقراه بصوت واحد فقط ما يقعدش يبدل لي ما بين اللغات، مثلا انا شخص عايز النص اللي يقابلني ده يقراه صوت واحد اللي هو في الحاله دي مثلا صوت ماجد، فاقدر اعمل ده عن طريق ان انا اتحول اغير في اللغه في الدوار لحد اللغه واختار اللغه العربيه فقط، فبالتالي سواء كان نص عربي نص انجليزي صوت واحد بس اللي هيقراه اللي هو في الحاله دي كان صوت طارق من شويه، لو او ان انا من لغات الدوار اقدر ان انا اختار الصوت الثاني اللي بيكون للغه، فمثلا انا اقدر اقف على الاختيار اللغه الافتراضيه واقدر اغير اصوات اللغات الثانيه، صوت مثلا اللغه الانجليزيه الولايات المتحده لو قابلني نص انجليش انهي الصوت اللي ينطقه، مثلا لو قابلني نص فرنساوي انهي الصوت اللي ينطقه، وهكذا. تم الاختيار تمام. تم الاختيار زيب كريل، تعالوا مثلا نغير الصوت الثاني كريل زيب تنزيله الصوت 4 تم الاختيار الصوت هتلاقي ان الصوت رجع معانا تاني. فاللغات الدوارة هتفيدك ان انت تغير اصوات اللغات التانية غير اللي هي لغة النظام الافتراضية، وعشان لو قابلك نص تاني يقراه لك لو انت مثلا مش عايزه يقراه باللغتين مع بعض عايزه يقراه بصوت واحد تقدر تعمل ده من الدوار العربية العالم طارق. فده كل اللي يخص النطق. عندنا طبعا طريقة برايل، لو انت مثلا عايز تستخدم الايفون زي ما شفنا في الاول عشان تكتب عن طريق شاشة ادخال برايل، فانت طبعا عندك حاجتين، الشاشات برايل الخارجية اللي انت بتربطها بالايفون عن طريق البلوتوث تقدر تظبط اعداداتها من هنا، الاخراج 8 نقاط تمام، الادخال 6 نقاط، عايز تظبط طريقة الادخال تكون مثلا ب 6 نقط او 8 نقط زي ما انت عايز، شاشة ادخال برايل 6 نقاط او شاشة ادخال برايل اللي احنا كنا بنجربها من شوية تكون كم نقطة، وهكذا. طبعا هي بتبقى مظبوطة بشكل افتراضي على 6 نقط، بعد الاخراج تكون 8 نقاط لو انت عندك شاشة برايل لعرض النصوص يعني. شاشة جداول برايل 2 سري. اللي يهمني في كل الجزئية دي او في جزئية طرق برايل طريقة برايل هي جداول برايل، ان انت من هنا تقدر تضيف اللغات اللي انت بتقدر تكتب من خلالها في شاشة ادخال برايل، هي بتبقى طبعا متضافة للغة العربية فقط، تقدر من هنا تضغط جدول برايل المحدد سري تمام، وتضيف لغات تانية، عايز تكتب مثلا بالانجليزي، عايز تكتب بالفرنساوي، عايز تكتب بالالماني، اي لغة عايز تضيفها تقدر تضيفها هنا. العربية النظام اضافة جدول برايل زر تقدر تضيفها. الاسبانية الاسامية الارمانية الادربي الاذمرد يعني مثلا نضيف الالبان الالمان الانجليزي الاوادي الاورادية الاورية الاوكرانية الانجوشية الامبورية الالباني الافوري الاسبيران الاسبان الأسامي الأرمني الأدربي الأذمر العربي الإنجليزي بحث الإنجليزية نطاق الإنجليزية لأنه عندك كذا اختيار، انا بفضل ان احنا نروح لاختيار النظام لان ده اللي بيكون متوافق يعني بشكل كبير مع النظام. عنوان الانجليزيه طبعا هو الفرق بس هيكون مش في طريقه الكتابه او في الاحرف، هي الفكره في الرموز اللي انت هتكتبها في بعض اللوحات او جداول برايل، لان هي الرموز بتاعتها بتضطر مثلا ان انت تكتب لها نقطة قبلها او غيره، في بعضها لا ما تقدرش تكتب مثلا من خلالها رموز وغيره، فانت بتقعد تجرب لحد ما توصل للشيء المناسب. طبعا هي افضل حاجة من وجهة نظري هو النظام الانجليزية المملكة المتحدة، طبعا بيبقى عندك النظام المملكة المتحدة الانجليزية الولايات المتحدة والولايات المتحدة، انا لو ضغطت مثلا على الولايات المتحدة هيقوم ضايف طريقة برايل زر الرجوع، فبالتالي انا لو حبيت اكتب بشاشة ادخال برايل الانجليزية الولايات المتحدة هروح لنا لأي حق نص واروح افتح الدوار واتحرك لحد اختيار شاشة ادخال برايل وغير اللغة، سحب بصبعين من فوق لتحت او من تحت لفوق عشان اقدر اغير اللغة او الكيبورد بتاعت شاشة ادخال برايل تمام. جداول برايل
تحرير. طبعا اي كيبورد او اي زي ما نقول جدول بالرايت عايز احذفه العربيه النظام زر. فبقف عليه واسحب الاجراءات اقدر اعمل له العربيه العربيات الانجليزي حذف. تمام انا طبعا وقفت على عنصر افتراضي فما قدرتش ان انا اضافه العربيه العالم الانجليزيه اسحب لا عندي اختيار الحذف. تمام جداول برايل ثلاثة. حد عنده اي استفسار بخصوص النقط دي؟ شاشة ادخال برايل ست نقاط سر. طيب شباب اللي عنده سؤال يتفضل. اللي عنده سؤال يتفضل وانا عندي تعليق بسيط حابب اقوله على موضوع الدوار. موضوع الدوار يا جماعة في بعض الأحيان أو يعني لما بتثبت مثلا الدوار على ونفترض على كلمات وحضرتك قرأت كلمات ففي بعض الأماكن خلاص هو بيكون ثابت على كلمات فبتضطر إن أنت تغير الدوار مرة تانية لإيه؟ لحاجة تانية. مثلا أنت عاوز تقرأ حرف حرف تلف الدوار ليكون احرف او كده فناخد بالنا ان احنا مثلا يكون اخر تغيير لينا للدوار يكون مثلا على حاجه ما بتاثرش يعني ايه ما بتاثرش؟ يعني مثلا ما تكونش انا عامل الدوار على مثلا سرعه الكلام او اللغه او اي حاجه ثانيه بتكون بتعمل لي مشاكل فبالشكل ده لما اغير الدوار بعيد عن مثلا سرعه الكلام او مستوى الصوت او اي حاجه من الحاجات دي خلاص كده يبقى الدوار امن بالنسبه لي ومش هياثر على استخدامي للايفون. انما لو انا مثبته اخر حاجه على مثلا سرعه الكلام وبدات ان انا اتحرك عشوائي من غير ما انا اكون واخد بالي هيغير لي سرعه الكلام، هيعلي لي الصوت، هيعمل لي بعض المشاكل. اتفضلوا اللي عنده سؤال يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذ يوسف. أيوة. أشكرك على الشرح الطيب اللي حضرتك ألقيته. كنت عاوز أستفسر فقط نقطة بسيطة. أيوة. علامة الآد بطريقة برايل بتتكتب إزاي؟ نعم هي دي طبعا بتبقى راجعة للجدول اللي أنت بتستخدمه، لكن هي بتبقى في أغلب الجداول بتبقى النقطة الرابعة. لو قال لك بس أربعة أو نقطة رقم أربعة بعد كده بتضغط على علامة او نقطه رقم واحد. ففي بعض الجداول تبقى بس تكتفي ان انت بتضغط على رقم أربعة او نقطه رقم أربعة فبيكتب لك رمز الات، زي مثلا اللغه العربيه لو جربت لانه بيكتب لك رمز الات. في بعضها لا، انت بتضطر ان انت تضغط على نقطه أربعة وبعد كده تضغط على نقطه رقم واحد عشان يكتب لك علامه الات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال اذا ما عليك امر. تفضل. الحين انا اذا بضيف جدول اللي هو نقاط برايل هذا اللي كذا نقطة برايل 1 2 3 1 كذا ما يقول الحرف بس كذا بالكتابة. مزبوط. كيف؟ تمام حلو النقطة دي. لو انا مثلا مش عايز ان انا اكتب مثلا حروف، انا عايز اكتب رموز برايل نفسها او الارقام بتاعت برايل، اجراءات الدوار، فبروح على الانشطة الاوامر صوتي الاسهاب التعلق طريقة برايل طريقة برايل المعادلات خلايا الحاد جداول برايل جداول برايل جدول العربية النظام سيظهر اضافة جدول اضافة جدول الانجليزية نكتب في البحث كابتي نمبرز نمبرز next keyboard العربي باء باء را را برايل لام باء يا ي باء لام تمام احرف نقاط برايل. عندنا نقاط برايل اختيار اسمه احرف نقاط برايل، هنضغط عليه عنوان احرف نقاط حروف برايل هي نصوص تتحرك، هنضغط على احرف نقاط برايل هيتضاف معنا عادي لجداول برايل واقدر استخدمه في الكتابه، والرموز او الارقام اللي انا هضغط عليها او الخلايا اللي انا هضغط عليها هيقوم كاتبها لي عادي، مش هيكتبها لي كاحرف يعني هيكتبها لي كنقط عادي في الكيبورد. تمام شكرا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. في اي اسئله تانية ولا استاذ يوسف يكمل جزء جديد؟ هو في حد بيسال على الشات، استاذ احمد المصري بيسال حضرتك بيقول هل يمكنني عمل نسخ ولصق في شاشه البرايل، او مثلا لما اكون داخل تطبيق الواتساب ممكن ارسل النص المكتوب وانا في شاشه برايل ايضا؟ تمام. بالنسبه لموضوع ارسال النص، بالنسبه لارسال النص فانا اقدر، دي بتبقى موجوده في اغلب التطبيقات التواصل اللي هي بيسموها السحبه السريعه او الاجراء السريع، دي عن طريق اللي انا بسحب بالثلاث صوابع تحت لفوق فبيعمل لي ارسال تلقائي للرساله اللي انا او النص اللي انا بكون كاتبه، لو فتح الواتساب فاقوم ساحب بالسحبه دي هيقوم بعته لي بشكل تلقائي. اما بالنسبه لموضوع شاشه ادخال برايل فعشان النسخ واللصق فدي احنا بنقدر نعدلها من مقاس لوحة المفاتيح الخاصة ببرايل نفسها، يعني دي مكناش هنتكلم عنها النهاردة، لكن تقدر ان انت تخش على التعليق الصوتي بعد كده الاوامر
طريقة برايل، وتقدر من هناك تحدد إيماءة معينة للنسخ واللصق، طبعا بعد تحديد النص يعني. تمام، في أي أسئلة؟ أستاذ يوسف لو سمحت سؤال. اتفضلي. تمام، أنت عم تقول نعمل سحبة من ثلاث أصابع من تحت لفوق، هلأ بيكون التليفون بشكل أفقي صح؟ مظبوط. يعني من تحت لفوق مو معناها من عند السماعة لعند لا لا، من عند زرار أيوة. الباور لحد زرار رفع أفق الصوت. كي؟ من عند زرار الباور أو الزرار الجانبي. أيوة. تمام. لحد زرار رفع أفق الصوت. تمام، يعني بيتغير كلمة تحت يعني من فوق لتحت بحسب وضع الايفون. بالضبط. في سؤال، ازاي نغير صوت ماجد الافتراضي بالعربي؟ تمام، احنا اتكلمنا عن النقطة دي من شوية، ان احنا نقدر ان احنا نخش على النطق وبعد كده نختار اختيار الصوت، ونختار الصوت اللي احنا عايزينه، سواء صوت طارق، ليلى، مريم، وسواء الجودة المحسنة او الجودة الافتراضية. طيب لو عايزين نغير صوت الانجليزي من نفس المكان، اختيار النطق، نضغط على إضافة لغة، اختار اللغة اللي احنا عايزينها اللي هي في الحالة دي مثلا الإنجليزي، نضغط عليها هتضاف لنا، ضمن برضو اختيارات النوت هنضغط عليها على الإنجليزية ونختار الصوت اللي احنا عايزينه هنقدر نغيره. في أي سؤال تانية أو أسئلة تانية ولا نكمل يا شباب؟ في حد عنده أي سؤال؟ اتفضلي. أستاذ يوسف، أنت مختار صوت ماجد، يعني هل هذا يعني أنه هو أفضل الأصوات الموجودة ولا لا مجرد اختيار؟ هي بترجع لاختيار شخصي، يعني بس بستخدمه يعني للشرح، لكن انا تفضيل الشخصي مثلا صوت طارق، لكن هي بترجع للتفضيل الشخصي، يعني الواحد بيقعد يجرب كذا صوت ويشوف اللي هو مرتاح معه او مرتاح لقراءته. يعني خلال تجربتك يعني مين الاكثر نطقا افضل يعني؟ والله الناس بتميل لماجد، لكن انا شخصيا بميل لطارق. حنميل زيك لطارق. يلا يلا اوكي. تمام، نتكلم النهارده عن اخر نقطه معانا، ودي تعتبر يعني الحاجات القويه جدا في الفويس اوفر او التعليق الصوتي بشكل عام، واللي بتميزه مثلا عن كتير من قوارئ الشاشه، الا وهو جداول برايل، الدوار، زر التسهيلات، التعليق الصوتي، عمق الكتابه. تمام، اجراء الاعدادات السريعه، الانشطه، زر الاوامر، صوت الاسهاب، التعرف باستخدام تمام الا وهو التعرف باستخدام التعليق الصوتي. ده يعتبر جانب هيبقى موجود حصريا للاجهزه اللي هي نزلت بعد 2018، اللي هي تحديدا من اول ايفون اكس اس فما اعلى. الجانب ده الايفون بيستخدم فيه قوه المعالج عشان لو مثلا قدامنا صوره يقدر يطلع لنا النص اللي في الصوره دي من غير الحاجه لاي تطبيقات خارجيه. لو مثلا عندنا تطبيق غير متوافق نقدر نستخدم الفويس اوفر عشان يخلي لنا التطبيق ده متوافق. لو مثلا قدامنا شخص يقدر يقول لنا ان في دلوقتي قدامنا شخص يقدر يقول لنا اذا مثلا الشخص ده بعيد عننا قد ايه. تمام، طريق التعرف باستخدام التعليق الصوتي. فلو فتحنا الاختيار ده الذكاء الاصطناعي على الجهاز سيسهل استخدام التطبيقات والصور والنص تلقائيا. لا يجب الاعتماد على التعرف باستخدام التعليق الصوتي في مواقف قد تؤدي لتعرضك لأذى او الاصابه او في حالات الخطر او للتنقل او للتشخيص او علاج اي حاله صحيه. تمام، هو هنا بيشرح لنا يعني الاختيار ده او الاعداد ده عباره عن ايه. اوصاف الصور مشغل زر. احنا نلاقي فيه كذا اختيار. اولا عندنا اختيار اوصاف الصور مشغل اوصاف الصور. اوصاف الصور تشغيل. تمام، هنا هو بيبقى اوتوماتيك متوقف، انت كل عليك اللي انت تشغله هيبدا يحمل لنا بعض البيانات. 43.7 متر مستقبل. حجمها بيبقى صغير، بيبقى حوالي 43 ميجا. سينتر ايفون اوصاف الصور في التطبيقات وعلى الويب. تمام، اخراج المحتوى الحساس عنوان. تمام، هنا بيقول لك ان هو لو قابل مثلا نص او صوره مثلا مش افضل حاجه مثلا، او الصوره دي ما تعتبرش كويسه، فبدل مثلا ما يوصف لك اللي في الصوره يقول يعبر لك ان مثلا الصوره دي مش كويسه ازاي. كمل الاختيار تحدث. هل مثلا يقول لك ان دي صوره مثلا فيها محتوى للبالغين يعني بشكل عام، ولا ان هو يطلع لك صوت يقول لك الصوره دي مش هيقدر ان هو يوصفها لك. عدم القيام باي اجراء. ولا يتجاهل كل الحاجه فيها، ما يقولكش اي حاجه يعني تتعلق بالصوره دي، كانه مثلا ما يعرفكش مثلا الصوره دي فيها حاجه كويسه ولا لا. تمام، الاشاره بلا ما اذا كانت الصوره تحتوي على محتوى حساس ام لا. تمام، اللي هو بيسموه ال sensitive objects. تمام، اللغات الإضافية العربية. تمام، هنا عندنا اختيار اللغات الإضافية. لو أنا مثلا شخص بقلب دايما ما بين اللغات ما بين مثلا اللغة العربية والإنجليزية في الجهاز بشكل عام يعني، أو مثلا لما أحب لما يوصف لي صورة يوصفها لي مثلا بالعربي وأنا جهازي بالإنجلش، فبعمل إيه؟ تمكيني اللغات الإضافية. بضغط هنا على اللغات الإضافية.
اللغات المتوفرة دون اتصال الإنجليزية الولايات المتحدة. وأحمل اللغات اللي أنا أكون عايزها، هو بيبقى متحمل طبعا على اللغات اللي أنت بتحول ليها الجهاز على طول، العربية اللي هو العربي والإنجليزية الولايات المتحدة. فبالتالي في أي مكان أنا عايزه مثلا بدل وأنا جهازي بالإنجليزي عايزه يوصف لي الصورة دي بالعربي، زي ما شفنا بنلف في الدوار لحد اختيار اللغة ونقف على الاختيار العربية فقط، وبعد كده نوصف الصورة هتلاقي ان هو بيوصف معانا عادي. اللغات اللي تمام تمكيني او تعالوا نطبق بالشكل عملي. اشفيس دايم لو رحنا مثلا هنا على مثلا تمام تخصيص اليوم قائمة الحساب التسوق العلامات المواضيع الملف الشخصي تمام شرطة صورة الدرويوسة زر ملفك الشخصي صورة العودة البحث صورة صورة الملف الشخصي صورة شخص يجلس على مقعد إمامة مثال لشخص يركب حصانا تمام. بيوصف لنا الصورة، بيوصفها لنا طبعا بالتفصيل. مثلا أنا النص ده أو الوصف اللي هو وصفه لي ده بيعتبر كافي بالنسبة لي. بقف على الصورة واسحب سحبة خفيفة من تحت لفوق، استكشاف الصورة، هيقول لي استكشاف الصورة. لو ضغطت عليها مستكشف الصور، طبعا موضوع استكشاف الصورة ده بيطرح على كل الأجهزة اللي عندها الـ iOS 15 فما أعلى. تم زري صورة عنوان، هيبدأ بقى يقول لك كل عنصر في الشاشة ومكانه فين بالظبط. سيارة بالقرب من الحافة العليا اليمنى، هنا بيقول لي مثلا في سيارة في الصورة دي على ال سيارة بالقرب من الحافة العليا اليمنى، الحافة العليا اليمنى من الصورة. شخص واحد بشعر أسود مسترسل يرتدي نظارة شمسية ابتسام في الوسط تمام. هنا بيبدأ يقول لك بقى الشخص ده مكانه فين في الصورة وإذا كان مبتسم ولا لأ. سيارة بالقرب من الحافة العليا اليسرى، دي سيارة تانية بيقول لك برضو هي كانت الأول في الحافة اليمنى، دي بقى سيارة في الحافة اليسرى. سيارة بالقرب من الحافة العليا اليسرى، دي برضو سيارة تانية. التعليق المصاحب عنوان، أنا بيقول لك التعليق المصاحب أو الكابشن اللي هو بيكون مكتوب على الصورة نفسها صورة. تمام. هنا بيقول لك إن هو الصورة بس ما فيش أي نص مكتوب جنبها. وصف الصورة عنوان، وصف الصورة إن هو الفويس أوفر سمعه لنا من شوية. شخص يجلس على مقعد إمامة مثال لشخص يركب حصانا تمام. المشاهد عنوان، أنا بيقول لك المشاهد دي بتبقى زي ما تقول العناصر اللي هي بتبقى في الصورة لكن مش بالتفصيل، يعني بيقول لك شخص مثلا وسيارة، ما يقولكش مثلا الشخص واقف فين بالنسبة للسيارة وكده. جينس سيارة شخص بالغ قوس بس جينس، ده كل اللي في الموضوع لا استكشاف الصور او ان هو يقدر يطلع لها الحاجات اللي في الصورة. طبعا الصورة دي لو كان فيها نص الفويس اوفر يقدر يتعرف لنا على النص ده ويقول لنا النص ده يبقى ايه بالظبط، مثلا لو كان كتابة او غيره يقدر يقول لنا النص ده ايه بالظبط ويطلع هنا. طبعا هي ما بتدعمش اللغة العربية النصوص اللي يقدر يستخرجها، لكن يعني تقدر تستخدمها بالشكل عام. صورة شخص يجلس، فمجرد ان انت بتفتح الصورة الفويس اوفر بيتعرف عليها ويبدأ يطلع لك نغمة كده معينة يعرفك ان هو اكتشف شيء معين في الصورة ويبدأ يوصفها. فده بالنسبة لموضوع التعرف، تم الاختيار تحدث الصور تمام. تعالوا نشوف تاني حاجة معانا، على الشاشة مشغل هو التعرف على الشاشة. التعرف على الشاشة دي باختصار هي الاختيار اللي احنا من خلاله نقدر ان احنا لو عندنا تطبيق غير متوافق، التطبيق ده مثلا فيه ازرار مش منطوقة ازرار البوسور ما يقدرش يوصل لها، نقدر من خلاله ان احنا نفعله، وفي التطبيقات اللي احنا عايزينها بنقدر نشغله بشكل تلقائي. فبالتالي لو فتحنا التطبيق ده الفويس اوفر بيتعرف على كل عنصر في الشاشة ونقدر نوصل له بدون مشاكل. التعرف على الشاشة، طبعا اختيار التعرف على الشاشة ما ينفعش تبقى مشغله كل التطبيقات عشان هيبهدلك الدنيا في التنقل، يفضل ان انت تكون مشغله بس مع التطبيقات الغير متوافقة وفي اوقات معينة بس، مش يبقى مثلا تطبيق متوافق بنسبة نسبة مثلا 50% تقوم مشغله عليه دايما، لا تشغله بس في الجزء الغير متوافق، لكن الجزء المتوافق تكون موقفه. 1930 ميلادي مستخدم تمام. ده حجم الملفات اللي هو بيبقى محملها لك، هو طبعا اصغر من كده بس الفويس اوفر بيبالغ شويه زي ما بنقول. سيحصل التطبيق على التطبيقات ثلاثه تطبيقات، هي بيقول لك تطبيق على التطبيقات، التطبيقات اللي انت لما تيجي تفتحها وضع التعرف على الشاشه يشتغل معاها على طول. تطبيق على عنوان، هنا هيعرض لك قائمه طويله جدا بالتطبيقات اللي انت محملها على الجهاز تمام. تقدر تحدد على التطبيق اللي انت عايزه، وبالتالي لما تيجي تفتح التطبيق ده الفويس اوفر يتعرف لك على كل العناصر في الشاشه اللي هي مش متوافقه
تقدر ان انت تستخدمها عادي. زي ما قلنا هو طبعا للاسف ما بيدعمش النصوص اللي بتبقى مكتوبه بالعربي، بيبقى بس دعم النصوص او الازرار اللي بيبقى مكتوب عليها بالانجلش. طبعا انت مش لازم تشغل التعرف على الشاشة من القائمة دي بس، لا انت ممكن لو في اي تطبيق لقيت مثلا ان الجزء ده مش متوافق، بدل ما تخش على الاعدادات تلف في الدوار زي ما شفنا، اتجاه عناوين حاويات التعرف، وصف التعرف على الشاشة، التعرف على الشاشة هتفعله، تشغيل اشتغل معك، وصف الصور، فده تشغيل. اللي يخص التعرف على الشاشة اخر جزء معنا، نمط الاستجابة الصوت سينتب التعرف على النص، تشغيل التعرف على نص. تمام، ده اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، اللي هو لو شاف صوره فيها نص معين تقدر ان انت تضغط على ان الفويس اوفر يطلع لك النص ده وتقدر تنسخه عادي. طبعا انت يفضل ان انت لو لقيت الفويس اوفر بيستخرج لك خصوص صور معينه انت مش عايزها، او في بعض المناطق من النظام هو بيكتشف ان هي كصوره لكن الفويس اوفر ما بيقولكش ان هي صوره، خاصه ان هتلاحظ الموضوع ده في الواتساب، فضل ان انت توقفها عشان هيفضل يعدك في كلام كتير، فيفضل ان انت توقفها. وكذلك نفس الشيء مع اوصاف الصور، اوصاف الصور ممكن يقابل عناصر هي ما تبقاش صور لكن يوصفها لك بانها يعني زي ما تقول ايقونات يعني، فهو ما بيوصفش بس الصور، هو بيوصف الصور والايقونات. فده كان كل اللي عندنا النهارده، حد عنده اي استفسار او اي حاجه حابب ان هي تبقى اوضح بالنسبه له؟ يا اي استفسار يا شباب قبل ما ننهي كده، انا بعت لكم الفورم بتاعه الحضور على الشات مره تانية للي لسه ما سجلش فيها، وكده كده برضه عشان الناس المره اللي فاتت سالت، انا باخد حضور عندي للي مش عارف يوصل للشات، وفي الاستماره، بس هي الاستماره اساسيه بالنسبه لنا من ناحيه ان حضرتك بتقول رايك وتقيم الكورس ككل. تمام، ولو في اي استفسار احنا مع حضرتك وتحت امر. استاذ يوسف، ايوه، يعني ممكن تزودونا بملف نصي بهاي المعلومات اللي حضرتك عم تقولها؟ ان شاء الله بمجرد انتهاء الدوره هيكون عندنا ملف بيبقى فيه ملخص لكل اللي احنا شرحناه. شكرا. وبالاضافه الى كده المحاضرات اوريدي بتكون مرفوعه على اليوتيوب يا فندم، وبيتبعت للشباب في بوست كفيف وبيبعتوها لحضرتك. ايوه انا شفتها على اليوتيوب موجوده، بس بجوز الواحد بده يوصل لمعلومه مشان ناسيها وهيك، فاسرع بدل ما يقعد يسمع المحاضره كامله، يعني بسرعه بيوصل للمعلومه بالملفات النصيه. تمام. طيب يا يوسف، سؤال بيقول لك في الهاند رايت ازاي نمسح نص وازاي يوصل نعمل خط جديد؟ تمام. او سطر جديد يعني. بالنسبة للهاند رايتنج أو الكتابة الخط اليدوي، في الحالة دي بنعتمد على السحب بإصبعين سواء يمين أو يسار، زيها زي مثلا شاشة خلف رايت، السحب من الشمال اليمين على حسب لغة الجهاز، هنقوم مدخلين مسافة، السحب مثلا هيقوم حذف لنا الحرف اللي احنا كاتبينه. طبعا الكلام ده بيعتمد على الكتابة، بتعتمد على الكتابة بالانجلش مش بالعربي طبعا اطلاقا يعني، ولا فيه ولا بيدعم العربي؟ لا، هو من الواضح انه لا ما بيدعمش العربي خالص يعني، سواء ان هو كان الاول حتى بيظهر متقالب الجهاز بالعربي، لكن دلوقتي لا شالوه حتى جهازك بالعربي. تمام. في حد عنده اي استفسار؟ اي سؤال تاني يا شباب؟ هو كده تمام يا شباب، في اي استفسارات تانية قبل ما ننهي؟ في اي نقطة واقفة تتعدي؟ هو سطر جديد استاذ يوسف، ما قلت كيف هنروح سطر جديد؟ بالنسبه لسطر جديد فاظن هيبقى السحب بتاع الاصابع، بصراحه ما بستخدمهاش كتير لكن انا كنت عارفه بالنسبه لحذف الحرف وان احنا ندخل مسافه. بالنسبه لسطر جديد فبصراحه ما اعرف اللي هي ايه، بالبريل يعني؟ لا بالهاند رايت. لا بالبريل استاذ يوسف. ايوه بتوصل بالبريل يعني، بتوصل بالبريل. بريل. اسلم على الاستاذ احمد اولا برضه. الله يسلمك يا استاذ احمد. انا دورت على البريل، احنا عشان ندخل سطر جديد بنسحب باصبعين من الشمال اليمين. استاذ يوسف، ايوه، بحثت عن الخيار الاخير او النقطه الاخيره اللي شرحتها حضرتك بالفويس اوفر اللي هو التعرف من خلال الفويس اوفر دي، لم اجدها، فنلقاها فين؟ بحثت في الدوار يعني. لا لا لا، عذرا يوسف، حضرتك بتدخل على الفويس اوفر نفسه خلاص، بعد التكلم وبعد الحاجات دي بتلاقي حاجه اسمها التعرف من خلال التعليق الصوتي. اسمها كده، لو جهازك ب 16. ايوه تمام، التعرف من خلال التعليق الصوتي. ادخل عليها وشغلها، وشغل الخيارات اللي جواها يعني. تمام، ودي ممكن اسيبها شغاله على طول ولا للحاجه بس؟ ما هي